Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Tamaşdare me aziz, gühdare me delal, huşku bera me musulman, emiru ve debinin de halakake neda, halakake pir muhimme, pir dakika, لأني علاقي في ذي موضوعي كنت كي بحث بكن علاقي خب عقيدي إنسان هيا موضوعي ما بعربي بيرد بين الولاء والبراء في الإسلام الولاء والبراء في الإسلام شو معنى ولاء وبراء هيا ولاء تجيكي حزبكي تدخازي ورا يردم دكي بجانو بين تدخازي او انسانا بسركفه لحر تشتي تدخازي بيرا يردم ما بكي فا بيرا تيغوتن ولا برا كرماجي ما كجيكي حزناكن كردكن دبين يا في تشتي دكي اشتي بريمة اشتي بريمة يعني از ناخازم علاقه مبترها بأننا اشتحزناكم أننا خازم ياردم يتبكم في تشتي كتدكي اسبي ني رازيما و بيرتك وتن براء يعني تخاجي بريدكي خاجي بدور دخيني و تشتا ولا براء كتجيكي حزبكي وتخازي او بسر كذا بيشتا هره دائما تشتكي محبتك الدلي تيدا هي معناه خو تجوي انساني حزدكي جدلي خو تتقازي كوفا بسركبة بمشي ولذلك اف موضوعي حزكرني ام دبين حزكرني جبوي خوده الحب في الله تجبوي خوده جوي حزدكي شرا عقيدي خوي باقزة أخلاقي خوي رندن معاملي خوي بإنسان رندا في إنساني تبدلي خوي شي حزدكي تتخازي دائما فا إنسانا بيش دوري تتخازي فا إنسانا نيزك التبه نصيحة التبكي تشيوري ويبقري بي بشيوري فا بيرا تيقوتن ولا تجوي إنساني ري محبتي تجوي انساني ره اي كنت خجي بريد كي جي بدرد كوي معنا خط كرهي ويدكي بغضي ويدكي تجي حزناكي خجي فا انسانا تعلقات تبيرة تنبه او تدناري كو هناك يعني فا انساني نقنج بمسلمان را اتقيان المسلمان دكن زوري اللي دكن تعدال اللي دكن تتخازي دجمناتي في إنساني رابطي و تتخازي بريدكي پر آيات قرآن پيروز وحديث پیغمبر صلى الله عليه وسلم هاتنا جبو قضي تشكي حسبكي شكي حزناكي مثلا آياتك مشهور دي سورة المائدة ده هي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين يا قال لهم مسلمانا قال لهم مؤمنا نيكم باوري ذكنا بخذة تعالى وبيخنبري خذة محمد عليه الصلاة والسلام تجاري حذكرن اخويا الدل وتأييد اخويا مدنا مدنا يهوديان جيان وخريستيانا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء برا نولي وابن ندوست ومحبه وابن محبتي اخويا مدنا وانا او انا يهودي وخريستيان
بعضهم أولياء وبعض أواناج هفده حزدكن شرى لأني دكفريدا دقنا هفده دجماناتي مسلمانا دقنا هفده أوانا ولي هفدنا أواناج هفده حزدكن سري خددنا هف شوري خو مشاوري خو هفدكن هما هون يا مقريم قال لي مسلمانا قال لي مؤمنا تجاري محبتي دلي قمدنا وانا ومن يتولهم منكم فتهديدك الرهيبة يكي كجوان حزبك ومحبتي دلي جوجيان وخريستيان حزبك أو جوانا وكوانا حكمي خا يعني معناه خا جي إسلام الدركت كتبوا ديني جويان إي يهوديان وإي خريستيانا ويتشغيه هنا ظالما والظلم بالنفس يفكر لأني ومحبتي خويا الدليل ده دجمني إسلامي أفتشتكي برمزنا يعني كم يكل تتناري ده تبقان ناحسي والله الدليل مش فلاني حزدك تجواني حزدك طبعا تشتك تفرده هي دوستي تا مثلا معاملية تتب جيان ردكي بيهوديان رد خريستيان ردكي او معاملات تشتكي زرار بيفاتن هي يعني تجارات تبوان رهي مصلحات تبوان رهي شركات تبوان رهي مصنع وان هي تبضاعتي وان دكري تدفروشي تشتي وان دبيتيني وغير محبتي الدلية ومعاملية تجارية دنيوي دبيت مرياكي مسلمان ربكي في تجارته ياكي جوير ربكي ياكي خريستيان ربكي ياكي فاسق ربكي تشت بفي معاملية رتنه همة محبتي الدلي جوان حزبكي وأوانا كافر يعني عقيدة بإسلام الناكن اعتراف بإسلام الناكن اعتراف بخنبري مسلمان محمد عليه الصلاة والسلام ناكن وتجوان حزدكي دخازي مودتي ودوست لغي وصداقتي الدلي معنوي تجوان ربي أفنى جائزة مع عملية ظاهري الدنيوي مصلحات تشتكن هما دلي كنت جوان حزبكي مودتي بواندي أو تشتكي دنا آياتنا دن هنا ده سورة آل عمران ده خدها تعالى ده بيجي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم تجاري أهل السر يوا أهل خصوصيتي يوا أهل مشاوري واكو سري والجم وابن غير مسلمان ماذا كسي غير مؤمني كباوري وك باوري تعقيدي تهو إيوي يكا أفي تكوني بمستشار خكي تسري خبيدي وخاصة مسؤولي مزند الدولة هذا مسؤولي شركتي مزن تشتكم يعني تشتنا تأثيري خواه الأمة تذكن تجاري مستشاري خواه خودي سرهتا برا نيج غيري مسلمان برا مسلمان مؤمن بن مالي تقي بن شرا يتقي خودي دا ترسن أولا آد ديان يعني أو حريص دخازنكو مسلمان بسر كفن دخازن مسلمان زرار ناقيكي دخازي دولة إسلامية قوية بدخازن كو شركة ماليات مسلمانة نمحتاج غيري من فتسرى خدديك تخطيط بيردكي تبي عم تشلو بك المستقبل تشلو بمشينن ويا خير تدخازه وتجاري خيانة بترناك هما كو أفر دول هنا تناري مستشارك إيش دولة كمزن والله جا ألمانيا صناعة دولته واقتصاد دولته أيوه قوينا أمر مستشارك خبيرك ألماني يكي خريستيانا أمونا بي بشي ونبرت ميزانية دولته شمرة تشيك اقتصاد دولته تشيك شلو بك أفايا خطأك قال لك مزنا شرا ظاهر امترد بي مصلحية تذكم الدولة
ولكن باطن را دبيك الضربات اقتصادي اكونوميكي دولتي التدخينه تنكهني بيرا تشابكي. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يألونكم خبالا تجاري تقصير ناكنكو ازيته بالتقن بالدولتي تقن باقتصادي تقن. ودوا ما عنتم قد بغضت البغضاء من افواههم برجاران تناري زماني وان دشمته تهو دناري كتشتكي يعني برمزن دكاج بو زرارك بتقينه. فلأتاتي زمين كو الزمان جارات شمته تشتكي بيه ولكن ايكو او ددلي وخدا دقرن ضدي تاد دشي مسلمانا دشي مؤمنا برمستر جفاك كو زماني وان دشمته. ولذلك تجاري سر خوا تشتي خوا خصوصيات خوا استشاري خوا تجاري مدى كافران دشمني مسلمان. بر حديث پیغمبر عليه الصلاة والسلام تيدا هنا سر في موضوع ده دبي پیغمبر شان دبي في زمانك ورا آخر زمان قال لك مسلمان سبا مسلمان و ايوار كافرن جي مسلماني درت كفن دبنا كفر هناك ايوار مسلمان ريدين سبا جي اسلام درت كفن دبنا كفر. طيب شلو ولو يعني تشجيرا تشي دبي حتى كواني علماء اسلام شرح حديث هذا دبين دبين لاني ولا يخد غيرين يعني حذكرنا دلي وان دغيره مصلحاك الدنيا اللي جام كافرك دبي دار تأييد ويدك تأييد سياستي ويدك تصريحك دبي كوازي برا ما ازي ولوبم ويا اسلام تركن شو نيف خريستيانا او نيف يهوديا والعياذ بالله بو كافر جار هاي مسلمانه بالشاب المسلمان ريدين دبي كافر او بالعكس. ولذلك فا تغيير ولائه ولائه نشرت كنت صليب استخاخيني او تشعار يهوديان يعني تشتكي كمي وام سري خدي يا يعني انت مثلا زماني تببج از هما سر ديني مثلا بوزيان اي هندوكان اي اوان نا ضروري تورقا ببيجي نشرت كنت تلفظه بفي تشتي بكي. طيب شي شي اوا يعني شي دلا تلدلي خابنا بس دليتا تأيدا يكي كر لاني فلان انسانكي تدبي واني اسطوره بلند وفلان وبيما صورتك يويد تيني الجام خد داتيني يعني بر خورت ما تدناري تشركن قميصك او تشتكي اللي خدكن شعار جيفارا اللي سرى جيفارا كي يكي قومونستي شيوعي لكوبا دعوي كر حتى دولة تقوي كاسترو فيدل كاسترو تشيكر شل هذه بفا انسانك فيدا بو شو او كر سوراتي ويد وي قميصي كل خاد كي داني سر سينجي خا او پشتی خوا تأیید جیوارا دکه از یه حس دکم انسانی که فیده اوا و چو سر ملتی وی چو سر دینی وی چو سر کومونیستی وی جی اسلام در کرد. ولذلك و تشتکی عقیده پر حساسا پر دقیقا لازم امری جی هاجی هبه هاج زمانی خواه به یعنی دی اسلام در تشتنه ولو تنکر بس التأييد يكر جي حذكر شو حكم وي حذكرنا إنسانك أراقي فناخه نجي بفايز وجوزة دليزة ناليزة فاتشتا ناكه. ولكن رأي فلسفي وي يا أكي دبي أراقي جي بني أوي ميوة أوي ميوة مري فاتخه تشتك بي فاتنا بخاف ناخه بس أراقي حلال كي واج اسلام الدركات كفر على قاقب اسلام النمو
ولذلك يعني حذكرني الدل او عقيدي كنت اعتقادك ضد فكري خذ دكي ولو كنت او انك ما انت جي حذكر تتايده في تشتيكر تشوفوا جوانا اف عقيده الولاء والبراء برتشتكي يعني مهمه وبرتشتكي دقيقه ومريب خلنا احسن تناريك آخر الدنيا لهارياكي دنا ما ندي ما بس أخباري ويتين أخباري ويتين خاصة دن أوي وسائل إن هذا فيسبوك هذا ولا واتساب ده تشتكي ده نقل دك أخبار أبو والله دلي خشية حذكر تناري نا برشنا سر ديني وهيك بتوبة دليزن والله ما بطل لاعب مزني د نقول هذا د توبي نغاندا فلان كسا اي اسباني فلان اي فنزويلي فلان اي او فلان او وسر من واز بيج حزدك من شو سر ملتي بيكو بخب حسين فرتشتكي مهمة فاتشتا مري هاجا خهر طيب سؤالك يا مجدر فد بيزن جهدار ما كرمك سؤال خا السلام عليكم سيدا معنى أساس ولا والبرا تشيه برادري ما برس دكات بي يعني تكوني تفصيلك هين رن معنى ولا وبراء إش مرة ببي يعني ولا وبراء هناك دبي حذكرنا هناك دبي عقيدية وي هناك يعني تفصيلك رن معنى ولا وبراء ببي وك ما قلتي يعني باختصار الولاء الحب في الله حذكرني تجي اكيد كي جبوي خده يعني مريم مسلمان برايم خده تعالى يقول انما المؤمنون اخوه مسلمان مؤمن جيشكي براي هفدنها بخمر عليه السلام قلت مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل البنيان يشد بعضه بعضا مريم مؤمن مسلمان د مجتمع اسلامي دا بني خانيا كي خاني چتو كلبيش لسر كلبيش ده وهفد دشتينه او خانيا قوين ده به مسلمان بمحبت وبحذكرني وخولونا كو هاجر مسلمانك للدركه لان الجندي تبه مري تبه نمري تبه لبجارك يدم به لدور به ازيتك ليبو تعداك ليبو ظلمك ليبو تدلي تتحساك وتتبوير رأي تناخذ ظلمة ليبو تتخازي أف إنسانا جوا ظلمة دركة بي بوتسر خشي بي بيش تهر تعدا لينا بي و ولا إتج مسلمان الله تج بو خذ جوان حزدكي تم مصلحات الدنيوي تنه مسلمانك مثلا للصومالي مسلمانك اليمن مسلمانك لباكستان لاندونيسيا لكادره تعداك ليبو تجبر فخ خلا مش تبي قحري بخمر تشبيه كريب بني مسلمان بني جسمي انسان يعني بدني انسان بيجي تان نغانا جريكي بريمبو ايشيا تنري جاني تدلي تبير هاتا قرتن سري تهاتا إيشاندن شرا لأني حس يعني تشتكي ما بيني عصبك دامارك هي شو أو إيشا لنقدبه نقل الدل دكا نقل فكرة دكا إنسان بيد عسي بخبر ولو تشبيه كري مسلمان ده حذكرني خدا بهفدت حسن بني كجاني انسان شتو كل درك الجين تشتكبو ازياتك بو جي بيت حسن مسلمان او جوانينا بهفدة حسن الحب في الله جبو يخده تجي حزدكي شرا لاني برات ايد عقيدة هذا انسانك تجي حزناك الكره البغض في الله وبراء اي براء البغض في الله فلين تشتكي نمال التخاري نتعدل التكري نتشتك ولكن لأني كافرة إيمان بديني تناينة إيمان بخمر الرسول إيمان بقرآن ناينة
به اسلام تشتکی ناینه ازیتا مسلمانند که جوی حزناکی چرا؟ فعلی وی یعنی دائما مسلمان لخلقه دیگنیرن دجمانتی و حزکرین نجبو شخصی وی جبو عقیده وی و جبو فعلی وی يعني يكي كافر تشتك من ناكري وتعلقه ولكن فعل خاط ضد الديني منه ضد الإسلامي ضد أزيات المسلمان عندك أزفي كره دكم بغضي ويد دلي مداهي كروك هو شغلي خاط بالتركينه وفعل خاط بيس بالتركينه الإسلامي كفا بو برامن أزجي حزبكما إذن على الأقل ناكو أشجاني ويحزناكم شافي ويحزناكم سري ويحزناكم أش فعلي ويحزناكم ودائما مري مسلماني مري مصلح بين التختوريكو خلقه معالجتك يعني جارها تختورتك ورا درمانك بنخوش ده درزيك غير ليدخ خبرهم تختور رد بيجي دستي ويد قصي دستي تختور من نزك ما بوا تختور جي ناقة حالي چرا فا ايش او دكا علاجي النخوشي وي بك تختور علاجی دشمناتی ها تختور به نخوشی ویره نه به شخصی ویره ولی داره که دبه مکه بکه او گهنه ده چوره وی امجی یعنی مره مؤمن مره عالم دائما لخلقه دنیرن وک نخوشانم که فا علتا جه درکه خلاص بو انسانی که عادی برامه او علتا مادم تیده ها ام دشمناتی و جه بغضی ویدکن جبو فعلتين. طيب كرمك السؤال وبرادري ما السؤال دديان دكن السلام عليكم سيدا ولو والبراء جحاوي اسلامي ده چيه ما قوكو تشتكي پر مزنا ولو براء اسلامي ده مكانتك خوية پر بلند هي پر دقيقة ولذلك خدا تعالى دائما دبي مری مؤمن چه پیابه ظلامبه چه جنبه بعضهم اولیاء و بعض یعنی مسلمان مری مؤمن نیرو می گشکی محبت وان جبو اسلام بهفدرانه دلی وان بهفدرانه ای شکلی اکی ببه گشکی پید دیشن کیف خوشی اکل مسلمان هم ببه بسرکتنک پیه هبه مسلمان گیب کیف خوش دبن ولی دالک هنکن گوتی ولو براد اسلام گشکی ولا براء لانی حز کرنی کت حز دکیش خلکی خیره شی رد خوزی اسلام امر فی تشتید که ای کت دخوازه زرار به مسلمان آنگه به اسلام اگر اسلام اش حیات انسان درخه او دشمنه تد که لانی نبس دنیا تا منداکت که آخرات تا جی منداکه تی چلوش بی حز بکی دشمنه تی يعني هناك علماء دبيجن الولاء والبراء اسلام قشكيه اولياء هفدنا مسلمان يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ياردما هفدكن بخيره دا ياردما هفدكن وخيره بماشينن والشر دا دستي خدنا هفدي وشري وين الرندي جناف خلق الراكن فشأن مريم السلمان مؤمن ومؤمنات المهم آياتا برن أملكان آياتا مجشكي ببيجن وحديثي بيغمبر عليه الصلاة والسلام برن آكو برن آياتا كبرن شديدة في دريدة هي خذ تعالى دبيجي يا أيها الذين آمنوا لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أقرب مزني كل شيء مروفته وآت جه حسدك وآت أودك يعني جانوا بين جخون ولحم جخونی تا جانی تا اف چارا چارتش دانن با وده تا
زاروکتا کچو لوکتا برایتا خوشکتا عشیرتا و هر اقرب انسانی کو به انسان یعنی دورت جد جفن و حزد کن و اویوان و هر چاران باوده زاروک برا عشیرت مری مؤمن نابه یکی مؤمنه باوری خودت که پیغمبرت که اجوان یکانا اجوان هر چارانا هنک دجمانت اسلام ادکن حرب اسلام ادکن دشی اسلام اینا نابه کت دلی تش یکی اجوان حزب که ولو باو دیتا بن ولو زاروک اتا بن مخالف اسلام ادمشن حرب اسلام ادکن نابه محبتک زراکت محبت جوان دلی تداهبه برای خوشکیتن او جوارگا عشیرتی تا تنیر هنک دویجن والا اما کرد ناخی اما یکی کردانی کو چه وفا کرد امه و قوم امه و امجی حزدکن چه علاقا ما دوی مسلمانی اندنوسی های مسلمانی فلسطینی های مسلمانی مغربی های جزائر های چه علاقا ما پی ام کرد امه کرد امه خرستیان دبن که اگر قومی دبن و اگر قومونیست دبن وانا کرد امن امریکا وان کفر دارو و یکی وانی بهش اسلام درد کرده لازم ولا عقیده تا او اساس تصرفات مسلمان بن مسلمان کل اندنوسی به المغرب به الصومال به الافریقی برای منه خدا تعالی گوتی مسلمان انما المؤمنون اخوه برای تنه همه بافی تا حرب اسلام ادکه دو کفره داد ماشه قومونیستا اعتراف بخدا ناکه دبی و پیغمبر پیغمبر عربانه نه مسلمان نه نه کردانه وایا کت محبت وی بکی تجی چوی سر دینی وی تجی اسلام اندر کتی تشتاکی پر خطیره وکم گوتی یعنی اسلام گشکی تمثل دبی دبالا و برای دا و محبت و کافرانه ولو و کافری که برا و باف و عشیره تبن که دلی تا در نکوه ایمان نکوه دلی تا لازم سفتح علماء تصوفه دبین اهل سلوک دبین الخلوة قبل الجلوة چلو یعنی دبین لازم دلی تا خالی ببش محبت کفر و کافران این نه مسلمان اواناش دلی تا در کفن که حتی هنگا ایمان دلی تا کفن ولی در آیت کریمه دا گوته ومن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقى یکی طاغوت و کفره وانا بترکی نجدلی خواه درخه و ایمان خواه وینه اوانا هنگا ببنی خواه تعالی گرد لازم است افتح دلی تا پاکش به جواد شدانا او شدانا گیش دلی تا در کفن که هنگا دلی تا مؤهل به نوری خدا تعالی نوری ایمان تی کفن لا تجد قوم یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون چه معنی یوادون محبت دلی دکیب کیرا ناکه و محبت دلی یکی که حرب خدا تعالی و پیغمبر بکه ولو کانو آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم ولو که افی حرب دکن ناب مودت و محبت ایمان در دلی تکه ولو بافو دی تبن ولو زاروک تبن ولو برای تبن ولو عشیرت تبن تشتکی پر مهمه مکانتی ولو برای اسلام در پر تشتکی مهمه ام دیسه سواله کش درفه ببیزن سلام علیکم سیده ولو البرا قرآن پیروز او حدیث شریف ادا چا دوبره برادر ما سوال ادکن دبی یعنی نصوص قرآن و سنت لسر ولو برا تحدید دکن اف نصوص کما خوندی گشکی مقصود خواه پی ولو برا یعنی و تشتی دا آیت مگوتی دا
تحذير دكن دبي محبتي خويد دلي يعني محبتي دل جوهرك برمزنا يعني دنيا قشكي لهالياكي محبتي تاكت ديني وهالياكي فخبر صلى الله عليه وسلم دبي جاء أبو بكر الصديق كو إيماني أمتي مجيشكي دي كفا كميزين يا كفا وإيماني أبو بكر دي كفا كميزين يا كفا ذا كفا ميزين أبو بكر جيان جران تربة أمتي محمد جيان جران تربة مش بوت شفي تشتي دبي أبو بكر فا جيا قرت نكن ميزي خشيه وبيترا نكو روجي خوشي و بيترا نكو الصدقي خوشي و بيترا ولكن شيء وقر في صدره تشتكي كتي دلي ابو بكر او تشتي جوهري دلي ابو بكر دا فضل ابو بكر واني كركو ايماني ويقان دي ايماني امتي بخمار رسالهم قشكية طيب شو كتي دلي ويا محبتي بخمر عليه الصلاة والسلام حضرتي عمر دبي شفك وروك زي حياتي أبو بكر شفك تاني وروك تاني زي حياتي أبو بكر بقاندي حياتي عمرك وشيستي صالا للدنيا ما جوي قشكي تشيترا شرح دك عمر سيدنا عمر دبي تشي دبي وقت شفا هجرتك وبيغمر السلام أو أبو بكر ودليل يواني كل حيشتران دتشول بالروخة فاتشاردن كنا كندالان كنا فيدان داران سبي قريشي بيكت من نبينا بشف دمشيان قوة شفا أبو بكر جار هبو دقوة ترسم لبيش مدى كمين هبه كمين يعني هناك خفتشارت به كبير خبر السلام وره او انا رابن بقرن او ليخين بكوشن دو قلت بلكي كس پیش ما ده هبه دو چود پیش بير خبر السلام دمشا دو قلت تشتك بو برا وره من دو باري بير خبر السلام قلت پیشي ده دمشا فتراك طيب دو قلت وانا بلكي بير ما كتنا بلكي شپاشي ده ورن بير خبر بير خبر ازي پیشي ده او بير ما دمشا لحيشتره دمشا دبکوش پاشید آبی که ملی خینن، هیچار عیشتر خوردن دبپ به خبر رسانم. بشاف چه قصد مشیان؟ هوش کی پیشید او، هوش کی پاشید او، هوش یعنی حتی دوگو کتیش دکوره به خم برای وره من. عمر دبی و شفا در حیاتی ابو بکر دا نیوی عمری عمره. ریادین چیه ریا؟ وقتا که به خبر رسانم. وفات کر صحابیان بینی کو یعنی د بر اشغی رویدا بونو و دور یوان دنر روم بو و گپ او رونایا چو بینی شف لوان طاری بو تصور نکرن کو پیغمبر بمره یعنی پیغمبر حیاته هون بو او حضرت عمر شور کشان گو کس ما به پیغمبر مری پیغمبر چو لقاء کلام بین حضرت موسی د چو کلام بخدا تعالی رد کر وحی جی رد هات پیغمبر جوانی چو به فتره کبینه به پیر رابه باور ناکر کو بمره سیدنا علی رونشت کسی نو کم پیر شور بگر سکوت یعنی تشتکی سر وان دهاتن نکم تحمل بکران ایکو صاحبی کو دگری ایکو سیدنا ابو بکر هات چو سر پیغمبر صلی الله علیه و آله وجه شریف کشف کرد انی وی را موسی و دیس سر وی گرد یعنی تسلیم به خدا تعالی امنات خواستند در کت جمع صحابیان هنک شورت کنا هنک بی مری هنک بی نمری هنک بی وادی گو بگن عمر گورونا بسکن تو بسک گشکی کار کرن دان گو بنه
اكو عبادات محمد رذكري محمد مر يكي كش عبادات ربي محمد خداي محمد رذكي فإن الله حي لا يموت خداي تعالى ساغا نامره وآيات القرآن إنك ميت وإنهم ميتون تي بمر يا محمد بأوجي بمرنا قشكي ولكن ديني خداي تعالى استمرار ببه حضرتي عمر دبي بحث في أزيد خونة كذا أزشيار بهم يعني بقوتي إيماني محبتي أبو بكر مسلمان قشكي هشيار كرن رغم بخبر السلام وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم بخبر السلام محمد بخبركش بخبرهم بينكم بخبر جيمرن بروي أو جيب بمرية يعني كم محمد مر معناه خد دين انتهابه شريعتنا ما للدناء دين نما دستي خبسري خد فاقي آيات كفا آياتنا أبو بكر قوتن قشكي هشيار بن عمر دبي فاريد حياتي أبو بكر دا جني في عمري ما بيتر تشاترا شفك دا حياتي أبو بكر دا والروك دا حياتي أبو بكر دا جو عمري عمر قشكي تشاترا خير ترى تشتكو الدل دا محبة إيمان استقرار بو تشتكي برمزنا ولذلك تفهم محبتي فات جوهري الدلي تدا تدا كافرك إيش كافر حذكر والله لأني كافر تشوي سال ملات أوي خلاص تفات جوهرة وندا كرده الدلي تدركت بر تشتكي مزنا محبتي هناك إنسان محبتي ده مالي خاد ده خانی خواهد داده، عردکی خواهد داده، چند دنیا که خواهد داده، دوست که خواهی فاسق داده باگش که تشته که، یعنی تشته که زرک، جوهری که پرمزن، چکر بلاشی لازم ما او جوهری تن ندی الا محبت خدا تعالی، ایمان خدا تعالی، محبت پیغمبر علیه السلام و شاید دین اسلام و جوهرا قیمت خواهد او تشتان پی بکری طيب امديسا سؤالك جو كرمك السؤال هو بلاء وبلايد در حقا فيدا صحابيات شد بيجن حقت موقف الصحابيان دائما يعني اسلامي كتطبيق بوي دحقي مسلمانا دا او هات عرده ايكو خش اسلام تمثيل كري پیغمبر عليه الصلاة والسلام والصحابي پیغمبر موقف ولاء وبراء كمري حياة الصحابيان دقونه تشتكي عجيبة يعني مثلا كان موقفان هم جوه صحابيان ببيجن كمري بنا چلو فهم كرنا صحابيان ده غزوة بدر ده مصعب بن عمير خورتك جو خورتي مسلمانا بو عمري خواه دوري بيستو تشتك سال بو براقة مسلمانا ده اوه ده جهادة حربية ده قرتبو بعدكم مسلمان نجح بون طبعا مشرق دوري نهسد حتى حزاري بون ايه مسلمان سيسد و بانزده كسبون خدا تعالى ملايكة و تأييد دانا مسلمانا بسر كتن براي مصعب بن عمير نيفو خا ابو عزيز بو كتا هيسيري مسلمانا او قرد ايكو او قرتي يكي صحابي مسلمانا بو بقركي وي قرتي يا داس قري دانا اي مسلمان براي مصعب عمير براي مصعب كافرة نيف مشركانا هي سيرها تقردم مصعب بن عمير دربه سودي كبراي خويدي هي سير هذا دستة قريداينا كلها بشكة دستان ده بإي مسلمان الرقو قو دستي خليه بشتينا ديوي لما كي براي خويا برن وبهندكي قايل مبا لأني بيخما إعلان كرقو يكي حر ورا پرام بده فدا بکه یعنی ایسیری خواه برده اما بردنا ای ها بو 4000 درهم یعنی ام به 4000 ورق
جد استان دگو یکی وینه اما بردن یکی تشتکی وینه ای کو تو تشتکی خاطر نبو دگو خاندن زانی نه این مشرکی هیسیر تو خاندن زانی نه زانی دگو زانم دگو 10000 که مسلمان هو بک خاندن اما تبردن یعنی پیغمبر علیه السلام تیسیر کر جوارا بعد کو خدا تعالی اذن دای کی فدای وان قبول بک نکوزه مصعب بن عمير بي مسلمان بي دستي خواه بشتينا هندكي مخوزة پر بخواه دي خواه زنگين المكة براي خواه ناري گويا مصعب گونا از براي تما وا وسيطة تتل براي خواه كي گويا ابا عزيز گو او براي منا نت براي مني تيل سر كفري او براي مني مسلمانا انه اخي دونك يعني او براي مني نزيكي منا تنا براي مني فبراي خيش ديك بوفيه واني كتيه سيري في حالي ده اي مسلمان رواني دي بيجي دليل چه براء يعني خجيب دول خست خلاص تركهم ما ده فايل سر كفره حرب اسلامت كي تم حبته او دل ما بيني مدى نمان انساني كو راست جدل ولا برائر خدا تعالى صدق به خدا تعالى حياته مرني وي قشكي حفظ دكي يكي صحابي هابو بعد كفاء آياتي ولا برائر نازل بون قو يا ربي سوزو عهد اشترى كفاء دستي مب دستي كافر ومشركان نبيه جاني مب جاني وان نابه ورقا ساكو نفرت جي كافر ومشرك انكر دستي مب دستي وان نابه بيخمر زاني چند او چند صحابيان شانا قبيلا كشبو قبيلا قوتنكو هنك جمار ربيش ما هو بكنا قرآن سي چار صحابي شاندن نفدا جي فايكو فاس او فا احتا كريه دستي خب دستي مشترك النابه راه دورة قبيلة كعربنا مشترك لي الراس هاتن فا صحابي بيغمرن دعوي كرن حر شارتي قردن قو خا تسليم بكن سالحي خا تسليم بكن قبيلة بايا خويا برن فاي مشرككو راه الوان قرتي فاجي سي شاركن هنا كان ايه او قو ام خد تسليمك او برن اما هندكن ام تكاده يسير اكاون واي قو والله قو از تسليم اوان ناكم و دستي ما باب دستي مشركان نبه ايه ديم خد تسليم كن وي دعوي كر حتى هاتا كشتن شهيد كد بعد شهيد كد وان چون كن كد جنيزة رابن كيك سياري قد كن شبكن بن بن يعني مشرکی مکه دن سبی جایزه بستین تشتکی پرام پیدن خدا تعالی موز اونجی دبی موز یعنی بینی ماشی هنگم او مسترن سر جانی وی توب هیلان دکنت سر او موزانا دو گویالا گو یعنی دنه گرمه نیفره پی نیفره گوانا موزانا سر داره نتا ام نکان نیزی که اون براش ایوار هره و موز ده سرمه ده او ده وقتی ایواره ده داره نه کنه موزان یعنی او ایوان اما ورن جنازی وی ببنم ببنم کشتو هین رو نچی آوه خود تعالی بارانک شان تافک و لیاک عجیب هات جنازه وی را کر تو نزن او جنازه کدابی سبت رابون جنازه تنه صحابیان وقت خبر دا پیغمبر سلام گوشت حال حوال وانی بو بعدی که هنک برن مکه هنک پیغمبر فیدا وان کر خلاص کرن گو حال حوال فلان کسی گو صدق الله فصدق صدق الله فصدقه راست بخدا تعالی درکت خدا تعالی حمايته بعد مرنوي حمايته وكركو دستي ودستي مشركان نبي
بری حیات خدا خواه تسلیم نکر دستی خواه دستی مشرکان نبو بعدی کمر خدا تعالی او موزا و او لی باران جی رشان کو حتانی خدا تعالی اوی درو چین در نخینه خدا تعالی او اوی آنی جی احتوی آنی جی المهم یعنی حیات صحابیان کو مری دخونه تشتکی پر عجیبه کو چطو خواه بری کنه جی مشرکان باوی خواه عبدالرحمن بن عوف باوی خواه غزوه بدر دا کشت باوی خواه مشرکان اوجی مسلمانه دبی جاره که هات هجوم هم میکرم و خشبر بادا مگو برا باوی من از تمام جاره که دی هجوم هم میکر چو دعوی کر هنک مسلمان کشتن جاره که دی دیسه هات مدی نابه آنی سو لیخوز باوی خواه کشت یعنی ولا و برا تشتگی پر مهمه حقیقت دین اسلام بلد و دین مسلمانان ای کووید تشتی تطبیق بکن ام دیسه سؤاله که جدر و ببیزن سلام علیکم سیدان ولا وربرا گرا اخیداوی گاورا نا عادل به او گوتن گرا عدالتیه برادری ما پرس دکید دبی یعنی کت خوش کافران بلی بکی طيب کو تشتکی یعنی دبیم ظلمه الوان بکن عدالت الوان را نکنه نا او تشتکی دنه ولو تخوش بری کر جواناش کافران نه جایزت ظلمه الکافران بکی نه جایزت مالی وان به حق بخوینی بخوی عدالت چه بو ما بین تو یعنی محکمه چه بو او بو لازم عدالت تطبیق بکی حق وان بوتی محکمه حق وان پیده خدا تعالی گوتی ولا یجریمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى نابت یکی دلی تجی حز نکن تا عدالت پیرا نمیشی ظلمه لی بکی ظلم نمقبول تجاری چه دشمنه تبه چه حزکرنه تبه چه مبغده تبه عدالت کوهات میزان عدالت تی عدالت تطبیق بکیم ولذلك سیرت سیدنا علی دبه سیدنا علی خلیفه مسلمانو خلیفه راشده قول من الخلفاء الراشدین الاربع ایت چهارم بو او خلیفه مسلمانانا او که خون ده بو زرخی عسکری خواهد که ده حربه ده زرخی خون ده بو پیر رو دی که الجم یکی یهودی دفروشه گفت زرخا ایمنه تشکو آنی گفت زرخا ایمنه نه ایته ای یهودی گو طبعا یعنی ده اسلام ده تنه که والله خلیفه به همه بیاخه بگره جی بسی نه گوازه تر به محکم قاضی شرع قاضی که سیدنا علی ده دولت خدا وی تعیین کری بی قاضیه چو قاضی شرع را گویا شرع گو زرخه منی او مون دا کرو من جم یهودی دی و یهودی جد بی نایته ایمنه قاضی شرع بینی که طبیعت دعوان بانه عسكرك او شان ده جم يهودي سيدنا علي بير جوجو ديوري محكمه وحر حاضر النظام الاسلامي هذا يكي دعو فكر دبي بينه خاونه بينه شعدي خاونه وسيقي خاونه تشتكي خاونه سيدنا علي دعوة فكريه دبي شعدات كينا وين كفاد رايته فزرخاته سيدنا علي قوما يعني جلي مران زرخي مران سلاحي مران كاس جاران شعدان ناقري اكو بي والله فا زرخا فا شراء افي فا اي ناوي قو اذا قو شعدات تننا يا علي قو يعني اشترى ناكا في الدرا دميناكو اوي تا خصمي تا صوند بخي يعني اي يهودي صوند بخي که بیفا درعا ایمنه شعده تتنه اوجی کسون دخار خلاص بو ایوی
يهودي اني صوت خرجوا امنه خلص شو رايك يا علي زرخ ايوي الداس ويدا شعادات تجي تنا حكم كر كل زرخ اي يهودي يهودي بعد انه ناكه يعني امير رئيس الدوله الاسلاميه وقاضي موظفك الجمويه الجم سيدنا علي والرابع واني بيرابع وبيرسوني بشعادات تنا نتزرخ اي يهودي يعني اقلت تصور ناكه بعد كنت دركت خرش ورادك دبي امير المؤمنين رئيس الدولته وجمن ناس دينا بهر قدام قاضي محكمه بكن ومحكمه جي حق بمذا بفزر اي يهودي ما دام ايكو يعني دينك كوني امري خب ماشي وخدي في ديني واني تطبيق بكر وانا تشتكي طبيعي شهادة يقول لا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقرر جمع حضر سيدنا علي قلت زرخ إيه تي قلت أبيت تدمشي ومديش هسبة تدبيت كت ومشو زرخ راكر مش خار ربر ما دمك فا قضاء وفا حكمة فا تشتا يعني ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا ولو كم مبغضة ولو يهودية ولو تشكر عدالته هنا حكم إسلام البينة على المدعي إيكو الدعوة فكر باش عادي خوينة واليمين على من أنكر وإيكو إيدين هالي دين كو بيناتنا وشعادتنا باسون بخير وفاتطبيق وقوئت المهم يعني عدالات هيفة عدالات بمشي باوة تبه كبراية تبه كتشبه تي شور حقي بكي ولو كو دكي خسار لي ببه نا خسار ببه يعني فا مبدأ إسلام قرآن التقرير كري ومسلمان تطبيق كري فا تشترى تجاري ناقو هيراندن براعي مشروع دجمنان لازم عدالات دائما هبه ولو أمجو خوش فعلي وانج كفر يوان بريدكن ولو كان جي حزناكن ولو ام افعال وعقيدي وان كرهدكن ولكن كهذا حق مالي وعدالته تشتي محكمه بمحكمه بعدالته حكم يعني نابك ام نيف هفقين بي والله دشمنا منا ام جي حزناكن الظلمه اللي بك فاتشتا اسلام هذا تن سؤال التالي ام برس دكن ولا والبرا اخر دكتشيا تجدنا هنا يعني وك ام ديفيجن عكسي ولا انا تجدنا هنا عكسي ولا انا وفاجي تجدنا تجدنا افجي دقيق بر دقيق شلو ام دبي ولا ايماج اسلام مش مسلمان ر ام جيم اسلام حزدك ام ج رعي قد اسلام هذا في ذاتك مسلمان براي منا ام يعني ولا ايماج ايش كيش اسلام ومسلمان ر ولكن هناك وتفكيرك دبي يا اخي ما افيكو عبادات الشيلك وراتكن لهندة أو حر برا أو عبادات دخوبكن تشرى عبادات الشيلك خلا مش دبي وعبادات الشيلك أمش خدير راتكن بيخمبر حزدكن أو ناجي دكى الشيلك يخرى عبادات بيني باي لهندة شارز بنس مليون زيادة ترى الشيلك عن عبادات هذيك يعني مش مسلماني ام حزدكن او ولكن انكاري في تشتي ناكن في تشتي جي بري نابن فايا مناقضه ولا ايه كاني تج مسلمان انا حزكن وناوك لازم تشتي مخالف اسلامه تكره في تشتي بكي هناك دبي
والله اسلام نميج تشتكي روحانيه وحزدكم وتشتكي صحه انسان روجي وصدقه امددنا فقير فقراء، ولكن يعني خزينها الاسلام هذا يعني فايش هفد حزدكن وفاي اودكن وفايزنا قريب هفدكن نكاحي شرعي وانا اجي متعاكا يعني برافات شتا زرار ناكي يان معاملي مالي وفايزيك عالمي بنجي عالمي دخازن. طيب تجارتي امتكي باوروبا ربكن بيابان ربكن بفلان داري ربكن بنجي الدولي الا فايزي دخازن اف فايزاجي يعني تشتاك بيفا تنبرا اسلام او بكي وإيمانه بطل يعني تشتكي مخالف إسلام به تتعيده وتشتي بكي تدبي برافات شتواني به ولا إتب بطل دكيج إسلام به لازم تبري ببيش فاتشتانا نام نغمك دركتية دبي يا أخي مادام يهودي أصلي توراتي وانا كتابك خد تعالى وحي كريم إنجيل جا خريستيانا را أصل خاطي سر سيدنا عيسى وأم اعترافه بعيسى تكن بيغمبر خده وإنجيل كتابه خده تعالى والتوراة فانا قشكي ماذا أصل خد ديني خو وحي نش خده دهاتنا قشكي أهل جناتنا أم مسلمان جناتنا أو جي جناتنا قشكي فايا ولا أخو بطل كر نعم فإذا ناككو إيمان بيخنبر القرآن وإسلام أمينه لأن النصوص خذ تعالى القرآن وسنة بيخنبر بيلك ريه بيخنبر وسلم دبي بعدكو خذ بعسد دا بيخنبر بعدكو بيخنبر بو بيخنبر وقرآن نازل بو ديني ما يجيشكي بطال بو نسخ كرن بيخنبر قلت لا يسمع بي أحد من هؤلاء اليهود والنصارى ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار يكي كببزة رسالته بيخمر بعد يكون نازل بي هاتي چه يهودي بي چه خريستيان بي وباوري إيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام وبقرآن بيروز نك أو أهل إيقره أهل جهنمية چرا لأني إسلام الدين جين نسخ كرن قرآن چه هدایت ایوان تیده همون اصلا وانا پر کتیب خود تغییر کرن زیده کرن کم کرن حذف کرن شاش کرن یعنی کتیب وانا نه محفوظ بود خود تا حفظ نکر وانا محاوله کرن اتگید وان هات نکردن مثلا بعدی که سیدنا المسیح رابو عزمین 300 سال او خريستيانان تجي كلية رنشنا تنا بدزي هفده هو تكر بدزي الرومان مسلط السر وامون يهودي مسلط السر خريستيانان بون بعد سياسد وتشتك سال كون بون قسيس يوان ويقول والله بارشاك الجمنة بارشاك انجيله ويقول تشتاه توب كرن چار كتاب آنين چار انجيل اخو آنين محاولة كن نيزك هفده بكن وحر انجيلك نده سورتي هنا هنا كنتي تنه هنا كن زيده هنا كن كيما شرى قد تعالى حفظ القرآن بيروز قد تعالى قد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قد تعالى تبين من نازل كريم فقرآن بيروز وأما حفظ بكن فقرآن يعني خذ تعالى حفظ كريه قرآن مسلمان كتبه وانا برتشت كدني كي يغليشي تحريف وتغيير كرن ديني وانا تحريف كرن وجيش النبكو بعد قرآن هات واني خذ تعالى نسخ كرن ايك وان هشتي تيدا وتعديد نداي قرآن دا ذكر بون ام تأييد ايمان بيتين تشتي كو تحريف خذ تعالى بطل كر رد كرن ولذلك ديني وانا لما قبول يك بأزهره ولد خريستيانيكم وأهل الجنة فياتنا
پیغمبر دوی یکی کجوان ببیزه پیغمبر علیه السلام و قرآن بعدی نازل بوی و به از سر خریستیانی خواه ببینم البر جوهی خواه ببینم از به تورات عمل بکم او انجیله او ایش اهل ایگره برای او بای مصیر خزانه من ولذلك یعنی یکی که نافا موده که در کتی دیبه تقارب الادیان برای گین دین نیزک ببن یعنی هم گیش که بینی دستوره کش قرآن و تورات و انجیله بگرن و هم گیش که به حفظه را بیک بن و او که شیطین دکه بر خلکه شبوک و خلکه جری قرآن شاش بکه و قرآن پیروز بدور کبن و مخالفی ولائه مخالفی عقیده مسلمانانه مخالفی برائه کت بری ببی جا افعال وانا و تشتکی نا جایزه و نواقضه الولا و برائه نه تشتکو ولا و برائه بطل دکن ام گیش نتالیه و خلکه خودش بر رازی به حتی این امجار قدیم و ببینن دین و آمنت و تسلیم خدا تعالی دکن و ان شاء الله هیوی دعان جوا دکن و ام جوا را دعان بکن خدا تعالی ما اثبات بکن لسر دین اسلام لسر باوریه ما بقرآن پیروز و سنت پیغمبر علیه صلی اللہ علیه و دلی ما ولا حقیقت جی اسلام و سنوان را بکن و براعت حقیقت ام جو کفر و اهل کفره ولو که معروف مرامون ولو که ناس مرامون ولو دوست مرامون براءتك حقيقي دلي مكة أمج أفعالي وان بري ببن وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم